مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، وصلنا باكج ثاني من امازون، هنفتحه معكم عشان نشوف شو فيه. الشغلة الأولى HDMI Video Capture، حنشوف شو هذا. هذا طلبناه عشان نعمل عليه ريفيو. عبارة عن فيديو كابتشر للجيمز، اي ثينك. حاطيه لابني ادم، خليه يشوف هل شغل شغال ولا لا. اوكي، وحاعطيكم هذا. والثاني عبارة عن اوكي، هذا عبارة عن ادابتر عشان الشحن. اوكي، حنحطه بالشاحن ونجربه، وحنحكي لكم كيف سرعته وكيف قوته، فخليكم معنا بالريفيو. طبعا هذا مبين عليه انه ادابتر عادي زي ما انتم شايفين، بس هو فعليا بنحط هون في يو اس بي، شو اسمه، اس دي كارد، وهذه كاميرا فيهم بتقدر تحطه وتطلع. طبعا ايش اللي جمعه؟ جمعة يو اس بي ريدر، بتحط الكارد هون وبتحطه على اليو اس بي. في جمعة يو اس بي تو يو اس بي، اي دون نو، عشان تحطه من هون وتحطه في الادابتر. في جمعة هذا كيبل، اعتقد هذا هدية يعني، لانه هذا كيبل لايتن تبع ايفونز. وطبعا هون جوا اليو اس بي العادي، ما حدا بيستخدمه صار، ليش عارف لسه بسوي هدول الكيبلات، بس anyway. ويجي معاه هاي الشغلات، هدول اللزقة بتقدر تلزقهم هون عشان يبين انه فعلا ادابتر. فهذا هو اللي اجا بالبوكس. هلا بدنا نجرب ال HDMI Video Capture. افتح غاد ال OCD هاني. وصلناها بالنينتندو سويتش. And here we are. حطناها على USB. مفروض هون يطلع الفيديو، بس nothing. Try to reconnect هون. Again, nothing here. Just to show you that it works. يلا حط هاي في السكرين. شايفين هون شغالة. كله شغال هون، بس غاد. طب حط بلاي فورتنايت. اوكي، اتس لودينج ناو. يو كان انبلج ات فروم ذير، بوت ات هير. So sadly, thumb down. هاي يعني waste of $40 على الأمازون. We'll return it. إذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابكم.